الحمد لله. وبعد، فإن من أهم ما ينبغي معرفته في باب التكليف أي إجراء التكاليف على الناس أن العبرة فيه تدور على أمران: العلم وكذلك القدرة. فالإنسان إذا بلغه العلم وبلغته هذه الحجة، وحجة الله سبحانه وتعالى على خلقه الرسالة المتمثلة في الكتاب والسنة، فيعني إذا بلغه: وما كنا معذبين، كما قال الله عز وجل في كتابه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا بلغه هذا العلم وهي الحجة الرسالية، عند ذلك وجب عليه التكليف. وأيضا التكليف هذا يعني يكون عليه بحسب قدرته واستطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فما يسع الإنسان من الإتيان به في باب الشرائع فإن ذلك يعني يحاسب عليه ويكلف على حسب يعني استطاعته ووسعه وما في وسعه وما في قدرته. وأما الزيادة على ذلك طبعا لا حرج عليه، ولا يكلفه الله سبحانه وتعالى يعني أمر لا يسعه، بل هو يعني يعفى عن ذلك. كما يعني الأمثلة في هذا الباب كثيرة، كيصلي الإنسان إذا كان مريضا بحسب ما يستطيع من بحسب ما يأتي به من قيام أو ركوع أو سجود، وكذلك يباح له من الأكل من المحرمات في حال إذا فقد يعني الأمور المباحة، وكذلك أيضا، وإلى الأمثلة طبعا كثيرة في هذا الباب. وكما أيضا يعني أذن النبي عليه الصلاة والسلام لعمار بن ياسر أن يسبه عندما عذبه المشركون، ويعني سمح له في هذا في حال الاضطرار والضرورة، في حال الاضطرار والضرورة. والمسألة الأخرى التي ينبغي يعني التفهم وتعقل، ينبغي تفهمها وتعقلها، أنه للأسف كثير من الجماعات الإسلامية والحركات، ويعني أيضا كثير للأسف من طلبة العلم يجهلون أيضا فقه الاستضعاف والتفريق يعني بين فقه الاستضعاف وفقه التمكين وفقه القوة والعزة، يعني المكنة، ويعني حال الأمة بين حال الاستضعاف وبين حال التمكين. طبعا يختلف من حيث التكاليف ونحو ذلك، وسنوضح بإذن الله ما يتيسر. فحال الأمة كما هو معلوم عند القدرة والاستطاعة، عند التمكين، وهذا كله يتعلق بالقدرة والاستطاعة، فيقع عليها واجبات أكثر وأمور ينبغي أن تتحقق في هذا الباب من خلال الدعوة ونشر الإسلام، ما لا يعني يكون في حالة المستضعف، وكذلك يعني عند ذلك تباح له أمور كثيرة، حتى يعني ستبين بإذن الله. وحال الأمة اليوم ويعني في هذا الزمان بشكل عام مقارنة بغيرها يعني بالغرب ونحو ذلك، بلا شك بأنهم فاقون من حيث القوة ونحو ذلك، فهي في حالة استضعاف. فعند ذلك يعني لا يلزمها، أو يعني الشرع يعني يسقط منه كثير من التكاليف عند ماذا؟ عند الضرورة وعدم الإمكان بالإتيان مثلا بهذه الشرائع، أو إذا كان بسببه يقع حرج على الأمة وضيق ونحو ذلك، عند ذلك كما هو معلوم يباح في الضرورات ما لا يباح لغير ذلك، يباح يعني في حال الضرورة ما لا يباح في الأحوال الأخرى. وأيضا يعني بشكل عام كما قلنا أن الأمة تبيح الضرورات، يعني كما قلنا أن القاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات، وهذه قاعدة فقهية وعليها أدلة كثيرة من الشرع،
كما بينا عمار بن ياسر ونحو ذلك، حديث الذي جاء فيه أثره. ويعني بشكل عام الأمة الآن في حالة استضعاف، قد يعني قد أن الله عز وجل يمن على بعض الأقطار وبعض البلدان بشيء من التمكين والقوة والعزة، نعم، لكن بشكل عام هي في حالة استضعاف ونحو ذلك. فبالتالي لا يصح أن تطالب بأمور يعني التي تعتبر في الذروة والقمة، لأن حالها لا يتيسر لها ذلك. وكذلك أيضا كثير من المسلمين اللي يعانون من الجهل ونحو ذلك ومن التلبيس، فبالتالي لا يسع أخذها يعني بهذه الطريقة، بل بشيء من التدرج بالدعوة وبالعلم وبالتعليم ونحو ذلك. فينبغي أن يفهم هذا أولا. وكذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان في مكة أمر أصحابه بالصبر على أذى المشركين، أمر أصحابه بالصبر على أذى المشركين وعدم التصادم معهم، لأن ذلك يفضي على المسلمين ويجر عليهم بشرور عظيمة ربما أدى إلى هلاكتهم أجمعين. ولكن عندما مكن الله عز وجل لهم وأعطاهم القوة والشوكة في المدينة، تغير الحال وأذن لهم الله عز وجل في القتال. وأيضا ولا نذكر أيضا يعني ما حدث مع عمر رضي الله عنه، حيث أنه قام بإيقاف حد السرقة في عام الرمادة، نتيجة لماذا؟ نتيجة للفقر والمجاعة التي أصابت المسلمون في ذلك العام. فبالتالي الخلاصة أن هذه الشريعة المباركة شريعة عملية وواقعية تتعامل مع الواقع، هذا الذي ينبغي أن يفهم، أنها تتعامل مع الواقع وما يسعه وما يعني ومع ما يسع الإنسان الإتيان به، ومع يعني الأمور التي ممكن أن يأتي بها الشخص وفي طاقته وفي يعني ما يسعه من بذل نفسي وكذلك جسدي وإلى آخره. وكذلك أيضا التفريق في التكليف في باب القدرة، في باب يعني عند مناط القدرة والتكليف، عند مناط القدرة والاستطاعة، كما قلنا أن الممكن ونحو ذلك والقوي يقع عليه تكاليف أكثر مما يعني لا يقع على غيره. فالسلطان مثلا والحاكم تقع عليه تكاليف عديدة لا تقع على الشخص العادي ونحو ذلك، ونتيجة لماذا؟ للقوة والاستطاعة الموهوبة له. وكذلك أيضا كذلك العالم يقع عليه تكاليف نتيجة لعلمه ولما ما أدركه من يعني أحكام شرعية تلزمه أكثر مما لا يعني مما تسقط على غيره، بسبب لأنه لا يدري عن تلكم الأحكام بسبب الجهل ونحو ذلك وعدم المعرفة. فالخلاصة والقصد أن حال الأمة في حين الاستضعاف يختلف عن حالها وقت التمكين ونحو ذلك، أن التكاليف تختلف باختلاف القدرة والاستطاعة، تختلف في حال الاستضعاف وفي حال التمكين. ويعني لا ينبغي لمن يعني يأتي بتكاليف يختص باب يعني تختص ب زمن التمكين والعزة، أن يأتي ويطلبها حين الاستضعاف نحو ذلك. وهذه الأمور أيضا قد أشار إليها كثير من العلماء ودللوا عليها في كتبهم، ينبغي أن تراجع في تلك الأبواب. هذا والله أعلم، وصلي اللهم على عبده ورسوله محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.